نعم يا أخواني، فالأرض دارت والجبال صارت والنجوم غارت والبراكين فارت، حين حل المصاب بفقد أغلى الأحباب مختارنا القديم رحمه الله، أبو ريحان الذي لا يشبهه في الأخلاق إنسان. شو صار معك يا صالح؟ مطول بهالخطبة؟ انت غليلي شاي هلاق وبعدين منحكي. طمن بالك، لا عاد في عنا لا سكر ولا شاي. طيب مش ضروري شاي، هاتي متي بشرب متي. كمان خلصت، بعدين شلون بدك تشربها بدون سكر؟ وك شو بك انت، نشفت الدنيا؟ طقطق حلقي. انا اللي نشفت الدنيا؟ ولا انت اللي صار لك 3 ايام على هاتي شاي وهاتي قهوه وصلحي هالارجيله؟ ما كنت تخلص كتابه واريد تعرض هالخطبه ان شاء الله؟ وقت طول عمرك بتظلي جاهلي انت، ولك عم قل لك هالخطبه خطبه تأبين المختار القديم، يعني بفكرك الشغله هيك يعني شو ربا يعني؟ بعدين لا تنسي انه الحفله رح تكون مليانه عالم وناس، لانه مختارنا الجديد ابو غالب عازم مخاطير ضيع كلها، وسمعت كمان انه القائم مقام يا لطيفي جاي يحضر الحفله بعد. طيب ما بدي افهم، ليش المختار الجديد اختارك انت بالذات لتلقي الخطبه؟ معلوم بده يختارني لاني افهم واحد بالضيعه. ولا تنسي يا لطيفي اني انا شيخ الكتاب، يعني اني افهم واحد بالقراي ونكتابي. بعدين ويني هالشغله رح تشهرني كثير، ومختارنا الجديد ابو غالب وعدني بيني وبينك كمان بثلاث غنمات وكبش اذا بيط وجهه قدام القائم مقام والمخاتير واهل الضيعه والمعازيم. ايه الله يبيض وجهك ووجه كل الاموات ان شاء الله. هلق بلا مسخره لطيفي، واسمعي شو كاتب. اسمعي. ما بقدر، مالي فاضيه، بدي روح طعمي الجحش. هلق اترك الجحش واسمعيني. هلأ بشنهي وبيصرع كل الضيعة. يعني الجحش أهم من خطبتي؟ ماشي الحال، هات لشوف، سمعني هالدرر. اسمعي. نعم يا إخواني الكرام، فبوفاة مختارنا أبو ريحان الأرض دارت والجبال صارت والنجوم غارت والبراكين فارت، حين حل المصاب بفقد أغلى الأحباب مختارنا القديم أبو ريحان، ولكن يوجد لنا عزاء ويخف البلاء وينتصر الرجاء من ابنه البار أبو غالب ومن خلف ما مات، وهذه سنة الحياة. لك وين رحت يا لطيفي؟ يخرب بيت عقلك شو سخيفي، يعني معقول تفضلي الحمار عليا؟ مرحبا يا لطيفي. أهلين أبو إبراهيم، تفضل. يعطيك العافية. صالح هون؟ إيه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو ابراهيم، اهلا وسهلا ومرحبا. يا لطيفي ساوي لنا كاسه شاي الله يرضى عليكي. لك ايه ما بدنا شاي، مستعجل شوي، المختار باعتني مشان اطمن على الخطبه. جاهزي ومن مجاميعه، بقي علي الخاتمه، يعني هاد كلمتين صغار. هات ورجيني لشوف. ليش انت بتعرف تقرا؟ لا انا بشمشم شمشمي. اشمها مليح لكان. شو هاد يا صالح؟ ليش مالك مكتر مدح للمختار ومبين فضله على الضيعة؟ وك يا عمي ما صار له 3 ايام استلم المخترة، يعني ما حلو يبين خيره من شره. ولو كان، انما الاعمال بالنيات وفهمكم كفاية، الزلمة ناوي الخير لكل اهل الضيعة. طيب حاضر، هلا قبحبح المديح شوي. ولا تنسى انه حفلة تأبين اليوم بعد العصر، اوعى تتأخر. ها؟ لا ولا، وانا جاهز. ان شاء الله بدك تحضر حفلة التأبين بهاللباس المهرقل. الا لكن بشو بدي روح؟ لازم تلبس لباس جديد اللي هي بالمقام، لانه بجوز يحضر ناس اكابر وبجوز يجي القائم مقام كمان. بس انا يا ابو ابراهيم ما عنديش ثياب جديده، ما عنديش غير هالثياب يلي عليا. اروح اشتري، شو هالشغله يعني؟ ومنين بده يشتري؟ ايه ما معنى يا حسره، ما انتو فين نتف. شو بيعرفني، دبروا حالكم. يلا بخاطركم انا عندي شغل كتير. الله معك. مع السلامة يا ابو ابراهيم، الله معك. ايه لطيفي، وهلق شو بدي ساوي؟ شو بيعرفني، لا تروح وانتهت القصة. ولك شو مروح، شو جنيتي انتي ولا طق عقلك؟ قال تروح قال، ايه والله المختار بيخرب عيشتنا وبيفكر الشغلة مقصودة.
طيب وشو العمل؟ الله يخليك يا لطيفي، روحي برمي شوي على الجيران وعلى قرايبينا، يعني بلكي حد منهن بعيرني ثيابه الجديد ساعة زمان. لا حبيبي ما حذرت، كان غيرك أشطر، لأنه ما حدا بعير شي بهالضيعة. يسلم لي هالوش الحلو يا لطيفي، لا تفشليني، يعني بتحبي جوزك يطلع مبهدل قدام العيلة؟ بالعكس انت بتحبي جوزك وبتريدي له الخير، مش هيك ولا شلون يا لطيفي؟ ماشي الحال، امري لله. اي هيك ها، ما اعدم هالطلي وهالعيون الغزلانية. صدقيني يا لطيفي قلبي بيطرق طرق لما بحلق بعيونك وبقول يا سبحان الله على هالجاذبية يلي فيهن، وبحسد حيلي عليكي. اصلا انت مو شاطر الا بالحكي. معك حق، لاني ما اجل الفعل لبعد الحفلة. ماشي الحال، نشوف شو بده يطلع معك. بس لا طولي ها، بترجاك يا لطيفي. اي تأمر. اخواني فبوفاتي مختارنا ابو ريحان. أهلين ومرحبتين لطيفة، تفضلي. صدقيني ما بقدر، مستعجلة. شو مستعجلة وما مستعجلة؟ هلا معقولة جاي على باب بيتي بس تدقي وتسلمي علي وتقولي لي بدك تمشي؟ فوتي فوتي، حكم صلي أسبوع ما شفتك، فوتي فوتي. بيجي ما بستغني، بس هلا ما بقدر فوت، ويلي بدي إياه منك إنك تقضي لي حاجتي على السريع، وبعد الحفلة بشوفك. أنو حفلة؟ حفلة تأبين المختار أبو ريحان، ليش مالك رايحة؟ لا والله ماني رايحة، حكم الشغلة فوق راسي. ليش أنت رايحة؟ إيه والله رايحة. لكن متسلى انت التاني، بعدين كل الحفلة ما بتاخد ساعة زمان. يعني هيك قولي؟ ايه معلوم. وبيني وبينك جوزي صالح بده يلقي خطبة بهالحفلة. شو هالحكي؟ ايه معناتها لازم روح ما في كلام. يا عيني عليكي، شايفة ما احسنك؟ على كل حال انا بدي منك خدمة الله يرضى عليكي. ايه انت بتأمري لطيفة. خير، شو لازمك؟ الحقيقة مو انا يلي لازمي، جوزي صالح هو يلي لازمه. ايه الله لا يفرق بيناتكم. ويا ترى شو لازمه؟ الحقيقة جوزي بده يلقي خطبة بهالحفلة، والمختار أبو غالب معتمد عليه بهالقصة، بس المصيبة إنه صالح ما عنده أواعي جديدة حتى يروح فيها على الحفلة. ولي على قامتي، بس صدقيني يا لطيفة، صدقيني والله على ما أقول شهيدها إنه ما معنا ولا فرنك، إيه ولا كنت عطيتك مصاري. بس شو بدنا نساوي، العين بصيرة والإيد قصيرة بتعرفي. يا ستي الله يرزقك ويرزقنا، بس مو هذا طلبي. لكن شو هو طلبي؟ بدي استعير من عندك تياب من اللي بيلبسهم جوزك وحيد، وباعتبار جوزك مسافر فأكيد ما رح يلزموه، واللي بعرفه إنه جوزك وحيد بيدلل حاله وبحب يلبس كتير ويجخ. ايه والله وحيد بيقطع عن تمه لحتى يشتري تياب، الدرسان بحب اللبس كتير. بقى بترجاك يا خديجة لا ترديني خايبة، جوزي صالح عم يستنى على نار، والمشكلة الحفلة بعد العصر، يعني ما عاد في وقت. بقى إذا بدك تعيريني خليني فوت، ما بدك خليني اتيسر. لك لا لا تقبريني لطيفة، معقولة ردك خايبة؟ فوتي فرجيك على تياب جوزي وتنقي لي بدك يا فوتي. فبوفاتي فقيدنا مختارنا القديم رحمه الله أبو ريحان، الذي لا يشبهه في الأخلاق إنسان، دارت الجبال وسارت النجوم والبراكين وغارت حين حل المصاب بفقد أغلى الأحباب مختارنا القديم رحمه الله. فبوفاتي فقيدنا القديم رحمه الله أبو ريحان الذي لا. وين كنتي؟ غري قلبي عليكي، يعني خايفة تبلش الحفلة وأني لساتني بمطرحي. إللي الله يعطيك العافية، بالأول برمت الضيعة كلها وما حدا رضي يعيرني، معهم حق،
لأنه الفقير يا حسرتي ما معه، والمريش ده يحضر الحفلة بأواعي الجداد. المهم هلاق، منين جبتي هذول الثياب؟ عارتني ياهن مرت وحيد الحوتي، كتر خيرها، وباعتبار جوزها مسافر فأكيد ما رح يلزموه. مرت وحيد الحوتي؟ وما لقيتيش غير ثياب وحيد الحوتي حتى تسعريه هون؟ هذا سمين كثير، حوتي. شو ساوي لك يعني؟ هذا اللي عاروني يا. عجلي شوي لكان، وتعالي ساعديني باللبس، أكيد بلشوا الحفلة، عجلي. والمصالح لهلا ما اجا وينه؟ لا تقلق يا مختار، هلا بيجي. اذا خلقوا القائم مقام ما بصير هيك، عيب وحلوه. بسيطه، هلا منرد منشرب قهوه مره، طول بالك. ويا على القهوه المره، شبعنا قهوه مره، انفزرنا فزر. روح حدا يدبر رياله، قول اياه وينه. ولا يهمك يا مختار، هلا بشوف لك يا. اوام اوام حمدي. لك وينك لهلا؟ وين كنت؟ المختار قلب الدنيا عليك، بلش يطلع خلقه. السلام عليكم يا مولاي. عليكم السلام ورحمة الله. وينك لهلا؟ أنت الثاني تأخرت، مو حلوة هيك يا مختار؟ شو بدي ساوي؟ ظروف وحكمتني هيك يعني، شو بدي ساوي؟ طيب 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 طيب، ماشي الحال. يلا يا أبو إبراهيم، بلش الحفل. أمرك يا مختار. حضرة قائم المقام الموقر سيادة مختار ضيعتنا أبو غالب. نرجو من الأهالي الكرام عدم التسفيق، ولا تنسوا أنه نحن بحفل تعبين، منا بحفل انتخاب وتدشين. وهلأ رح نستمع بخشوع إلى كلمة آل المفجوعين يلقيها علينا المفجوع المختار أبو غالب. سعادة القائم مقام المحترم، إخواني وخلاني الكرام، دمعتي سارحة ومصيبتي فاتحة وعيوني نايحة لهذا المصاب العظيم والحدث الأليم. لقد خطف الموت الوالد من بين أيدينا وهو لم يتجاوز 90، وقد حملني أمانة المخترة، وهذه الشغلة تحتاج إلى هز كتاف وليست مسخرة. سامحوني سامحوني على اختصاري، فقد طير الحزن أفكاري. وهلأ رح نسمع كلمة أهل الضيعة يلقيها علينا صالح سن رمح. جناب القائم مقام المعظم، سيادة مختار ضيعتنا أبو غالب المفدى، أهالي ضيعة كفر الصفصاف المحترمين، لقد غارت الأنهار وجفت الآبار وماتت الأطيار ويبست الأشجار برحيل مختارنا القدام أبو ريحان. انظروا إلى أفراد رعيته كيف يبكون كالأطفال ويلطمون وجوههم كأرامل بلا رجال، ويصرخون كبخيل ضيع المال، وينادون بقلب مجروح: أين تركتنا يا أبا ريحان؟ وقد عبس الزمان وهرب الأمان، ولكننا أقول لهم: كف كفوا دموعكم وانظروا إلى أبو غالب جيدا، انظروا بأبصاركم وسوف تجدون من تبحثون عنه، إنه رمز شباخكم وكبرياءكم، مختاركم الجديد. ولك يخرب بيتك وبيت بيتك على العملة اللي عملتها فيه. انه اللي بدي افهمه انت جاي تلقي خطبه ولا تقلب العزا مسخره؟ اه الله وكيلك يا مختار، جاي القي خطبه انا. خراس، وضب لسانك بحلقك خراس.
أكيد جنابه راح زعلان، ما في كلام. شي بيسود الوش قدام القائم مقام. يا شمات المخاتير فيي، ولك أخ منك أخ، يا أصف عمري أصف، ساعة اللي وكلتك بالخطبة أكيد بيكونوا شمتوا. ليش بيصرهم بحياتهم أحلى من هيك؟ شوفي يعني مو باقي غير تشلح قدامهم بالزلط. يا سيدي خذني بحلمك، والله ما الحق علي. لكان الحق على مين؟ يعني ما بعرف كيف سرت الشروال، ما حسيته إلا سلقت. أساساً من وين جايب هالشروال أنت؟ آه؟ العمى يضربك، هذا بيتفصل خيمة. يا سيدي استعرته من عند وحيد الحوتي. يا حبيبي عليك شو فهيم، وما لقيت بالضيعة كلها غير وحيد الحوتي حتى تستعير الشروال من عنده؟ شو بدي ساوي يا مختار؟ ما حدش عارني، وأنا ما عنديش ثياب جديدة. مالك عذر أبداً. ولك شلون بتفلت دقة شروالك؟ شلون؟ كلنا بنلبس شراويل وبعمره ما فلت لنا شروال. ما بعرف، ما حسيت إله غير صار بالأرض وتكوم هيك فوق رجلي. معلوم، لأنه ما فيك حس أساساً أنت. دخيلك يا أبي، دخيلك، سامحني، سامحني على هالفصل البايخ. سامحني من شاء الله. روح مشي ولا روح تضرب أنت والشوفة يلا. طيب يا مختار حق. طيب والمكافأة؟ يخرب بيتك ما أوقحك، بدك مكافأة كمان؟ لك روح مشي، روح وخد هيك مكافأتك يلا. مرحبا صالح. أهلين. هلا عن جد فلت شروالك بحفلة عزاء أبو ريحان؟ ايه فلت. ها ها، اصبح بدك تحكي لي شو صار معك بالتمام والكمال. حاكم انا ما كنت موجود. وك يا عمي مالي فاضيلك هلا، اتركني بحالي. الله يرضى عليك. الله يخليك. طيب احكي لي الحكايه بكلمتين. لك روح عنا يا روح. ايه جي شوف الجاره، شوف فلت شرواله قدام العلم والعين يحكي لعام على هالناس. ها هاي صالح. مرحبا صالح، الحمد لله انه لقيناك. ولك شو هالحكي اللي سمعناه لك صالح؟ قال فلت شروالك بالحفلة صحيح؟ وك شو بدي ساوي يا خيي؟ هذا اللي صار. وليش هيك صار معك؟ ايه انا بعمري ما فلت لي شروال. ايه مو بس انت، ايه هاي الحادثة بحياتها ما صارت بالضيعة كلها. ولك صالح احكي لنا الله يخليك، كيف فلت شروالك؟ احكي لنا. كيف بيفلت الشروال يعني؟ انحلت الدكة وفلت. طيب بدي اسألك سؤال صالح، شو كان شعورك باللحظة اللي فلت فيها شروالك ها؟ يلا السلام عليكم. وين رايح صالح؟ قلت لك خلينا نروح على الحفلة، ما سمعت كلامي. والله الحق معك، راحت علينا فرجة حلوة. روح لقلك روح. شوف ماما، شوف، شايفه لهداك؟ هذا يلي فلت شرواله بالحفلة، شايفه؟ احكي اليوم لأخواتك وجاكرون. ايه شبك مستعجل؟ استنى لك شوي خلي الولد يشوفك منيح. تعال هون. شو بدك مني؟ اكيد انت صالح اللي فلت شرواله. لك اتركني يا خيي. لك تعال لي تعال لك واقف حكينا. تعال هون. لك اترك. لك قلي انت فلت شروالك اصلا بالحفله ما هيك؟ لك يا عيب الشوم عليك، شو انك ما بتستحي؟ ولك يا عم اللي ضربك ضرب، شو انت ما فيك خجل؟ لك اترك يا عمي. هلا هيك بدك تضل عم تتناوق من بخواش الباب؟ مليش مسترجي اطلع على الحارة يا لطيفي، صرت فضيحة بين الناس. يعني بدك تضل بالدار طول عمرك؟ وين بدي روح لكان؟ وين يعني؟ على شغلك، لا تنسى انك شيخ كتاب وشغلتك تعلم الاولاد. صحيح، بس الاهالي بطلوا يبعتوا اولادهم لعندي، قال انا بفسد اخلاقهم لاني عم ساوي حفلات تعري، هيك عم يقولوا عني يا لطيفي. يعني بدك تضل بالبيت على طول؟ واخرتها صار لك اسبوعين ما طلعت برات البيت فشخه وحده. شو بدي ساوي؟ كل ما طلعت ومشيت شوي الغانم بيسالني شلون فلت الشروال. العمى على هالحالي ما عاد الهم بهالضيعه على قصه ولا سيري غير شروالي. ولك يا صالح البيت ما عاد في اكل، لا عنا زيت ولا سمنه ولا برغل ولا ملح ولا عدس. واخرتها يعني منموت من الجوع مشان شروالك. طيب امري لله، هاتي سلي تشوف.
يا صالح ابو الشروال الفلتان. خلاص يا لطيفي خلاص، انا ما بقيت اقعد بهالضيعه ولا لحظه وحده. ليش شو صاير؟ يعني مالك سمعاني؟ يلا 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 انتوا يلا يلا يا عيين العنب يلا اضربوا انتوا هالتربايه. العمى لك العمى شو هاد؟ لك شو هالرزاله هي؟ يضربونا انه هالتربايه شو قليلين ادب. لسه ما شفت شي يا لطيفي من الإهانات اللي نزلت على رأسي. أنا صرت مسخرة يا لطيفي، مسخرة بين الكبار والصغار بهالضيعة. طول بالك، كلها كم يوم وبينسوا القصة. أنت لا تحمل تسلهم بالعرض. قسما بالله يا لطيفي ما رح أقعد بهالضيعة نهار واحد، نهار واحد ما رح أقعد. وين بدنا نروح لكان؟ بلاد الله واسعة، لأنه صدقيني يا لطيفي إذا بدي ظل نهار ثاني بهالضيعة يمكن طق من قهري ويوقف قلبي أو أنت لبشي واحد وفش كل قهري فيه. لا دخيلك، مثل ما بدك، يلي بدك يا بصير. يلا ضبي الأغراض لخليك، ضبي خلينا نتيسر يا لطيفي. أغراض؟ ليش شوفي عنا يا حسرتي. هلأ معقول اللي رح تعملوه؟ وين بدكم ترحلوا وتتركوا هالضيعة؟ خلاص يا حمدي، ميات انقطعوا منها. إيه لا تكبرها الشغلة يا صالح. أنا ما كبرت شي يا حمدي، بس أهل الضيعة صاروا يتمسخروا علي الكبير والصغير. يعني مصمم على الروحة؟ أي نعم مصمم، ومستحيل أتراجع. صحيح أن صديقي وكلامك على عيني، بس وضعي سيء يا حمدي. طيب لوين بدك تسافر؟ على بلاد ما حدش يعرفني فيها منوب، هيك أريح لرأسي يا حمدي. يعني لوين؟ لأنه بركدا حبيت زورك شي مرة، ما بدي أعرف عنوانك لما مالك حابب تشوفني إلي كمان. طيب إذا قلت لك بتوعدني ما تقول لحدا؟ معلوم يا صالح، أنت بتعرف قديش بحبك. بدي سافر على وادي الخوخات. وادي الخوخات؟ إيه بس هذا بعيد كتير. أحسن وأضمن. جد أمي الله يرحمه تارك شقفة أرض صغيرة هونيك، وأنا بدي روح أشتغل وأسكن فيها على طول وأخلص من هم الضيعة. إن شاء الله توصلوا بالسلامة، وبوعدكم اني رح زوركم بعد كام سنه لحالي، ولا يهمكم ما رح اقطعكم. طيب يا حمدي الله يرضى عليك، هلا قبلنا اياك تشوف اذا الطريق فاضي ولا لا، خلينا نتيسر. تكرم عينك. يلا لطيفي يلا يلا حبيبتي. يا أمي حسين ما جهزتيش الشاي بعد؟ يلا جاهز تفضل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا الله يسلموا هديات. الله يسلمك. اي بالله اي بالله. شو وينه محسين؟ عم يلعب قدام باب البستان. خير إن شاء الله خير. بتعرفي يا أم حسين هالأرض كانت خير علينا، وهي الحمد لله إجانا محسين وصار عمره 7 سنين، وليك الشجرات اللي زرعناهم كيف كبروا، يعني اللي بيشوفهم ما بيصدق أنه عمرهم 7 سنين. صحيح أبو محسين. أعيون أبو محسين. بدي أسألك سؤال. هاتي تأشوف، تفضلي اسألي. ما اشتقت لكفر الصفصاف؟ لا تجيبيلي سيرتها على لسانك منوب، هي عم فهمك. كل هالقد متضايق منها؟ ليش قليل اللي عملوه فيها يا أم حسين؟ ضيعتي، بهدرتني وخلتني مسخرة وبين الناس. يابي يابي. خير شوفي. في واحد عم يسأل عنك اسمه حمدي. وينه هلق؟ قدام باب البستان. حمدي. طيب.
يعطيك العافية. يا هلا بحمدي. يا هلا يا هلا. يا ميت مرحب. يلا حمدي ما بدك عزيمة؟ صدقيني يا أم محسن ما عاد فيني. الله يخليكي خلاص بكفي. لسه ما أكل شيء يا زلمي. الأكل على قد المحبي ها؟ شو ما أكلت؟ غدا وتغدينا وفواكه وأكلنا وهي الشاي راح منشرب بطني راح بيطق. قريته صحة وهنا. بس هيك يا منظوم يعني 7 سنين ما شفناك فيهن بصير هيك. وين الغيبة يا ابن الحلال؟ وين هالغيبة كلها؟ والله الأحوال صايرة صعبة شوي بالضيعة يا صالح، وما عم نلحق اللقمة غير بالويل. خير؟ ليش؟ شو الأخبار؟ والله ما في شي بسر يا صالح. قبيلة أبو هارون استولوا على نبع المي اللي بغرب الضيعة، وأراضينا عطشت وصرنا نشتري المي مشترى، وجماعة أبو دبوس احتلوا حرش صنوبر اللي بجنوب الضيعة، وعم بيقطعوا الشجر على كيف إنه ما عاد فينا نقدر نجيب حطبة واحدة، وفي ضبع عم بيقطع علينا طريق جبل حميران. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش لون هيك أهل الضيعة ساكتين؟ المختار المختار شو عم بيساوي المختار؟ أنا وكم واحد عم نعيط نعيط وما حدا عم برد، والمختار بيقول طولوا بالكن يا جماعة طولوا بالكن، الصبر مفتاح الفرج. وشو أخبار جيراننا؟ أم إبراهيم عطتك عمرها هي وأم مرزوق، وجاركن أبو علي مصبح مسي، ويوسف الفران راح يجيب حطب من الحرش وما رجع، وأنيس الأعمى صار شيخ كتاب وأخذ محل أبو محسن وعم بيعلم بهالولاد. يا رب يا ميسر. والله يا حمدي ما شفناك منيح، يعني ما بعرف كيف مضى وقت. هاي صار لي 3 أيام عندكم حاجة بتملوا مني. ولو يا حمدي مو عيب تحكي هالحكي، بس وينك لتطول الغيبة علينا؟ إن شاء الله إن شاء الله. وانت يا صالح أمور إمتى ناوي ترجع الضيعة؟ آخ يا حمدي آخ، والله أبرجعش على الضيعة حتى ينسوا قصة الشرواء أو يموت كل شخص بيعرف هالقصة. أوه هاي شغلة بدها طول كتير. شو بدي ساوي يا حمدي؟ هيك نصيبي وهيك قسمتي. طيب ماشي يلا خاطر. الله معك الله معك يا حبيبي. الله معك يا حمدي. مع السلامة يا أخوي. مع السلامة يا حبيبي. يلا مع السلام عليكم. الله معك. وعليكم السلام. عينك على حالك يا حمدي. الله معك مهون إن شاء الله. مع السلامة. هدايا هدايا شراشف مناشف عقلات، هدايا هدايا شراشف مناشف عقلات، هدايا هدايا شراشف مناشف عقلات. أبو محسن أبو محسن. مين؟ أبو درويش؟ أهلا سهلا. يا هلا يا ميت مرحبا. صار لي زمان ما شفتك يا رجل بوادي الخوخات. شو وين كنت؟ وين بدي كون؟ بأرض الله الواسعة، من مزرعة لمزرعة ومن ضيعة لضيعة. بس صار لي أكثر من 10 أشهر ما شفتك. إيه صحيح يا سيدي، البياعين الجوالين صاروا كتار. قلت لحالي لبعد شوي. بس بضاعتك أحسن بضاعة وسعرك أحسن سعر. تسلمي يا أم حسن تسلمي. إيه سيدي إلك عندي أمانة. أمانة؟ إيه أمانة. رسالة بعتها معي واحد اسمه حمدي من كفر الصفصاف. حمدي؟ كيفه حمدي؟ ما حكى لك ليش ما عم يجيش لعنا؟ بالظاهر مرضان شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكيف عرف إنك من وادي الخوخات أنت؟ يا سيدي عزمني لعنده على البيت، ومن حديث لحديث عرف إني من هون، قام كتب لك هالرسالة وأمني إنه ما أقول لحدا وأعطيك إياها. تفضل هاي الرسالة. يسلموا ليالك. يلا سيدي بخاطركم شفناكم بخير. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. هدايا هدايا شراشف مناشف عقلات، هدايا هدايا. وتتالت المصائب على القرية، فقد استولت قبيلة أبو هارون على البيدر الغربي، وجماعة أبو دبوس خطفوا بنت المختار وحرقوا حرش صنوبر وصار أرض بور، وإجا هوا أصفر على الضيعة مات فيه كل الكبارية اللي بتعرفون. أنا رح زوركم إن شاء الله بأول الخريف اللي جاي، وبجوز ما أرجع على الضيعة، وإذا ما قدرت زوركم
بيكون صاحب الأمانة أخذ أمانته، لأنه صحتي ما كتير بهالأيام. بس بكفي يا محسين، خليه يكمل. يعني مبسوطة كثير على هالأخبار الحلوة؟ بدي أعرف أخبار الضيعة. ليش هيك ضيعتكم منحوسة يا بي؟ أنا راح أنتظر حمدي بالخريف. وإذا ما إجا؟ إذا ما إجا بدي روح على الضيعة، ما فيش مجال يعني. تروح على الضيعة؟ مليت من الغربة يا لطيفي، مليت. ما سمعت شو صاير بالضيعة. ولو كان يا لطيفي، الوطن غالي. طيب يا أبي ليش ما بتاخذني معك على كفر الصفصاف؟ لا يا أبي لا، بالأول راح أزور الضيعة، وإذا لقيت الأحوال مناسبة برجع بأخذكم إن شاء الله. والله خايفة عليك يا صالح. خايفة من شو يا لطيفي؟ خايفة ليكونوا أهل الضيعة ما نسيوا قصة الشروال. مش معقول يكونوا متذكرين بعد 20 سنة. ولا تنسي يا لطيفي هالمصايب اللي نزلت علي، بعدين يلي مات مات، ويلي نسي نسي. يلا بخاطركن هلق. مع السلامة يا بي. مع السلامة. الله يسلمك. الله معك. ساعدني يا بي ساعدني. يلا يا بي يلا اطلع. مع السلامة يا بي. عينك على أمك يا محسن. لا توصل حريص يا بي. الله يرضى عليك. مع السلامة. يا سيدي وين صارت هيك في الصفصاف؟ صلنا نص النهار عم ندور عليها وما كنا نلاقيها. الله وكيلك هذا طريقها. لا بصر انت نسيان، بلا تاخذني رح يزلك لون انت تدبر حالك. معليش يا ابو شباب، بدك تعذرني لاني صار لي 20 سنة ما زرتش هالضيعة. وصل لك جمعة راكب معي، بقى بدي روح على بلدي الله يخليك خلصني. فتر راسيها. طيب خلينا نسأل هالزلمة هذا. يا أخ لو سمحت والله، لو سمحت. خير يا أخي أمر. بتعرف لي طريق ضيعة كفر الصفصاف إذا ما بصير صقلي؟ كفر الصفصاف، ما في ضيعة بالاسم يا أخي. شلون ما في ضيعة بهالاسم؟ ضيعة كانت بطرف تل، وفي حرش سنوبر شمالها، وفي نبعة غربيتها. أيوة، بس عرفتها. هاي مو ضيعة كفر الصفصاف. لكن شو اسمها؟ اسمها ضيعة اللي فلت شروالو. اللي فلت شروالو؟ طيب والضيعة وين بصير طريقها هذه؟ أول مفرق بيجيكم على اليسار. ميسر إن شاء الله. الله معك، سوق هالعرباي، سوق. هلأ أنت رايح على كفر الصفصاف ولا على ضيعة اللي فلت شروالو؟ العمى لك شو الاسم هاد؟ يلي فلت شروالو. لك يا عمي سوق هالعرباي، المهم نوصل بالسليمة. سوق. ضيعت يلي فلت شروالو.
نعم يا أخ. تريد شيء؟ لا سلامتك، كنت أتفرج على هذا البيت. هذا البيت كان ساكن فيه اللي فلت شرواله، وبعدين تركه وسافر من زمان، ولهلا ما حدا بيعرف لوين. كثر الله خيرك على هالمعلومات. أهلين، نحن خدمة. أهلين. إلا قل لي، شو تشتغل حضرتك؟ نعم. شنو تشتغل حضرتك؟ ما بشتغل شيء. أكيد أكيد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخوي. اريد اسالك. تفضل. مش هذه دار حمد ابراهيم؟ متغيره علي شوي. كانت دار حمد ابراهيم، بعدين انتقل. انتقل؟ لوين انتقل؟ شفت البيت اللي فلت فيه الشروال؟ سال هنيك، عرفت وين؟ كثر الله خيرك. شو بدك منه؟ بدي اشوفه. بس هذا كمان انتقل. انتقل لوين؟ لرحمة ربه من سنتين. شو بتشرب يا أخ؟ شاي إذا بتريد. إذا حضرتك غريب عن الضيعة مو هيك؟ إيه والله يا عمي، غريب ومالي غريب. ما فهمت عليك، شلون يعني؟ معك حق ما تفهم، بس بدي أسألك سؤال لو سمحت يعني. إمتين فتحتوا القهوة؟ يعني بعد شي 7 سنين من فضيحة اللي فلت شرواله، حتى إنه سمينا القهوة بهالاسم، شوفها. بدك شي تاني؟ لا سلامتك. شو امتى بدك تجوز ابنك يا ابو عز الدين؟ حاجته صار شاب، الجواز عصمة للشباب. قصدك عز الدين؟ لسه بكير عليه، لساته صغير. شو صار بالدنيا؟ شلون صغير بقى؟ ليش ما صار عمره 20 سنة؟ وانت الصادق 18 سنة. انا متأكد من عمره مزبوط، لاني امه ولدته بعد ما هرب صالح اللي فلت شرواله بسنة. ايه والله مزبوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرفوا شو صار معي اليوم يا جماعه؟ خير. شو صار؟ شفت لكم واحد واقف قدام دار صالح اللي فلت شرواله، وكان عم يسال عن صالح. ايه والله، وانا دق الباب علي واحد وسالني عن حمدي صديقه لصالح اللي فلت شرواله. ولك خلاص خلاص، انت وياه خلاص، وتطلعوا فيني كلكن وتذكروني منيح. ولك عني صالح، صالح ابن هالضيعة، العمى بقلبكن، ولك العمى يضرب عيونكن ضرب يا أهل هالضيعة، إنه ما عاد لكم شغلي ولا سيري ولا قصة غير شروالي يلي فلت من 20 سنة. هالشغلة ما نسيتوها؟ ونسيتوا نبع المي والبيدر الغربي يلي سرقتهم قبيلة أبو هارون؟ نسيتوا عصابة أبو دبوس والحرش اللي حرقوه والبنات اللي خطفوهن؟ نسيتوا الجنوب والشمال والهضبة والهوى الأصفر؟ كل هالشي نسيتوه
بس ما نسيت قصة شروالي. وك يا أهل ضيعتي، صغير العقل ما بينشغلش غير بالشغلات الصغيرة. الضيعة يلي كان اسمها كفر الصفصاف صار اسمها ضيعة يلي فلت شروالو، والساحة هيك سميتوها كمان. ولك المقبرة، حتى المقبرة ما نفدت من شركن. بقى ما بتكون راي لها الضيعة، راي ترفرف فوق راسكن تكرم عيونكن. وها وهي رايتكن. هيك بدي هيك.